تتقدم المواسم بصورة أكثر سرعة في الجنوب. يتسبب الذوبان الربيعي بتضخم الأنهار، وذلك يعيق مسير أسماك السالمون الكرزية المتجهة إلى مواطنها. ويختبر قوتها وإصرارها أيضاً، إذ يشكل ذلك تجسيداً حياً لمنطق البقاء للأكثر تكيفاً. إن الأسماك التي تتمكن من تجاوز العقبات وحدها من ستستمر في سباق التكاثر، إلا أن هذا السباق لم ينتهي بعد على الإطلاق. بدأ فصل الصيف في جنوب سيبيريا قرب الحدود المتاخمة للصين، لكن ذلك لا يعني أن الطقس جيداً دوماً. ثمة أنباء سيئة للوافدين الجدد. هناك خطر يتهدد الصيصان حديثة الولادة، الانخفاض الحاد في درجة الحرارة. يتوق هذا الفضولي الصغير لاستكشاف المستنقعات، لكن عليه أن يكون حذراً، فهو يشكل غذاءً مرغوباً به. النسور تشكل تهديداً دائماً، عليه أن يبقى بعيداً عن الأنظار مختبئاً بين الأعشاب الطويلة، إلا أن المفترسين الخطيرين يندسون بين الأعشاب أيضاً. لكنهم لا يستطيعون مجابهة أم. أم متسلحة بركلة قوية ومنقار حاد، إنها خصم لا يجب الاقتراب منه. تقع براري غابة التايغا بعيد الشمال، ولكونها مكاناً معزولاً، هذا يجعل منها ملاذاً آمناً لمفترسات كالذئب الرمادي. ثمة مخزون وافر من الغذاء في فصل الصيف، إلا أن ذلك لا يمنع الحيوانات المفترسة من التنافس على جثث الفرائس. إذ يجب على الذئاب التخلي عن بعض منها لصالح الدب الأوراسي البني، فمن المستحيل لها التنافس مع خصمها كبير الحجم، إلا أنها قادرة على إعلامه برأيها بسلوكه. تحصل المفترسات الكبيرة كالذئاب والدببة على غالب الاهتمام. إن القاتل الأكثر نجاعة في غابة تايغا هو أحد أصغر الحيوانات. السرعوب الصغير الذي يبلغ طوله 23 سنتيمتراً قد يبدو حيواناً قد يروق لك اقتناؤه في منزلك، إلا أن ثمة أعاجيب تخفيها هذه العيون البريئة.
السرعوب الصغير آلة قتل. لأنه يمتلك عموداً فقرياً طويلاً ومرناً، فهو قادر على الالتفاف حول الضحية بشكل كامل، وهو يصل بعضته إلى جمجمة فأر بسهولة، جاراً بذلك ضحيته إلى مخبئه. إلا أنه يتوقف بما يكفي لالتهام الأدمغة فحسب. هذه محض وجبة فطور. يمتلك دافعاً متأصلاً للقتل، وهو ما يقوده. يزداد حجم مجموعته من الجثث، يتجه الفأر الذكي نحو جحره المظلم الآمن، إلا أن السرعوب الصغير لديه الملكات المناسبة للتعامل مع ذلك، فأينما يستطيع إدخال رأسه يدخل جسده بدوره أيضاً، وتنبهه قدرته على الاستشعار فوق الصوتي من وجود فريسة، ويستطيع كل من أنفه وأذنيه الرؤية بشكل جيد في الظلام. يجب أن تكون سريعاً إن كنت لا تريد أن تصبح بنداً إحصائياً في تعداد فرائسه. وجد السرعوب الصغير وبحوزته ما يتجاوز 50 ضحية، لكن